عام 1969، أول مظاهرة في شوارع نيويورك للشادين جنسياً للمطالبة بحقوقهم. اطرح هذه تجارة بين شرطي وشاد جنسياً. وفي كاليفورنيا، أول سياسي ينتخب وهو شاد جنسياً ويعلنها أمام الملأ. ففي 5 سنوات الأخيرة فقط تغيرت نظرة الأمريكان إلى الشذوذ الجنسي. ففي عام 2015 أصبح الزواج من نفس الجنس مسموح به في كامل ولايات أمريكا. وقبل هذا وفي عام 1973 كانت نقطة التحول، حيث قامت جمعية الأطباء بتصنيف الشذوذ الجنسي على أنه سلوك عادي ولا علاقة له بالاضطراب النفسي. وبدأت تظهر دول تدعم المثلية الجنسية كبريطانيا عام 1967، وفي بريطانيا بالتحديد ومؤخرا أعلنت عن فرضها لمواد تدرس للأطفال تعلمهم وتهيئهم للشذوذ الجنسي. وليس هذا فقط، الضجة التي أثارها نتفليكس بعرضه لفيلم كيوتيز. The French film Cuties is in legal trouble with the Texas grand jury. It's called Cuties. We've edited. These young girls, be it 9, 10, 11, how old they are, in certain positions. والذي يدعم ويحرض على البيدوفيليا علنا. فهل هذا كله يحيي ويبين لنا ملامح وفلسفة العالم الجديد؟ اهدم كل دين، مرجعية، فكر، أصل، فطرة، واتبع نفسك وهواك فقط. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا كله يؤثر على مجتمعنا وثقافتنا وديننا في المستقبل أو في الحاضر؟ الإجابة، يجب دق ناقوس الخطر. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من الحياة في أمريكا الجزء الثاني. قبل ما نبدو هذا الفلوغ، ما تنساش أنه رانا نقدم خدمات إلكترونية على صفحتنا الفيسبوك الرسمية وعلى صفحتنا أيضا في الانستغرام. من بين هذه الخدمات إنشاء المواقع والتطبيقات، ترويج للصفحات وعمل الإعلانات، وطلب وشحن بطاقة بايسيرا، وتحويل الأموال من أمريكا إلى الجزائر. فما تنساش تزورنا في صفحتنا الرسمية في الفيسبوك جواد سيرفيس. شعلت وحشت هذه اللقطات عن خروج هكا في الكاميرا. لحسن الحظ والحمد لله ودعوة الخير، وأظن أنه صديقي هو اللي جابها، اللي بغيت نوريهاكم وش راح نديره اليوم. راح نديره جولة بها. هذه حاجة الخليقة رايح للدار. الموطو خليناها بالهاتف. وصلنا لأول محطة، واللي هي شوفوا واحد الشخص، يعني هنا واحد الراجل كبير حاط في الطريق يعني موطويات، وموطويات مش حاطهم باش يسوقهم ولا حاطهم باش يزوق بهم الطريق ويزوق بهم، هو يبغي الموطويات بزاف. وشغل هذوك الموطويات كالورفول وجايين شوية قدام، فراح نوريكم هاولي. كانت هذه اول محطه اكتشفنا هذو الموطويات اللي عجبوني الفكره تاع انه تحطهم فقط على اساس ديزاين. كاين برك هذيك البيضه اللي راهي في الوسط هي اللي تخدم يدور بها السيد هذا. فيا يلا نكتشف حاجه اخرى. وني كيفنا لانك كي تلقى واحد كيفكم ديما is the code code for Revo. Yeah. When you see something like the same, yeah. يعني وانا نجول في سان فرانسيسكو دخلت بالصدفه لهذا الحي واللي اسمه كاسترو. يعني ما كنتش باغي نشارك معكم هذا الشيء، لكن خليكم تشوفوا، يعني شوفوا الاعلام تاع
اكيد عرفتوا هذا الحي تاعش من الاعلام ما نقولش احنا ما نقولوش يعني فعلا ترددت بزاف باش نحكي في هذا الموضوع يعني قلت هذا عالمهم الخاص وهذا ميولهم وهما حرين فيه ويعني وراهم في بلاد غير مسلمة فأكيد راح يصروا هذه الأشياء يعني عادي بالنسبة لهم لكن بعد ما وصل هذا الشيء لعالمنا العربي وشفنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي بدأت تروج ليه وشفنا ناس يعلنوا عن ميولهم الجنسي علنا هكا في وسائل التواصل الاجتماعي من العالم العربي والمسلم فقررت نحكي هذا الموضوع وقررت نحكي بناء على أني شفت يعني كيفاش راه متطور الوضع هنا في بلاد الغرب وخاصة في أمريكا وخاصة في نيويورك وسان فرانسيسكو اللي عشت فيهم للزوج مقارنة بواش راه صاري في العالم العربي ومقارنة تاني بواش راهم باغين منا الناس اللي راهي تروج لهذا الشيء أول خطواتها أن تجعل أنه هذا الشيء أمر عادي هذه أول خطوة وأخطر خطوة فكان يجب دق ناقوس الخطر هذا من جهة ومن جهة أخرى بما أن رانا حلقتنا الأولى حول الحياة في أمريكا فقررت أن تكون هذه الحلقة للتحذير من الجالية العربية المسلمة اللي راهي جاية هنايا وخاصة العائلات اللي راهي باغية تربي أولادها هنايا البؤرة تاعهم هنا في كاسرو في هذا الحي وحي مشهور بزاف 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 بيهم يعني كل شيء هنايا موفر ليهم يعني حي كاسرو هذا الحي قبل 50-60 سنة لم يكن أبدا هكذا وإنما كان للمزارعين الأوروبيين والمهاجرين يعيشوا فيه يعني للطبقة العاملة لكن بعد ما رحلوا هادو إلى مدن أخرى استغلوا المثليين الجنسيين هذا المكان وبداوا يبنوا يشروا العقارات إلى أن صار كاسرو اليوم ففي 50-60 سنة فقط تحول إلى كاسرو اليوم وأصبح مركز للمثلية الجنسية ليس فقط في أمريكا وإنما في العالم فلهذا وجب الحذر يعني شوفوا 50-60 سنة قبل لم يكن هكذا ومن أشهر شخصيات هذا الحي هو السياسي الذي اغتيل بعدما أعلن عن ميوله الجنسي علنا وكان أول سياسي ينتخب في كاليفورنيا ويعلن عن ميوله الجنسي وبعد سنوات اغتيل مباشرة يعني هذا الشيء كان ممنوع وتدخل عليه السجن وقادر تقتل كما قتل هارفي ميلك هذه الشخصية السياسية لكن اليوم الأمر مختلف وفي نيويورك في نيويورك تاني أيضا كان المركز تاعهم واللي هو في بمجرد أننا نزلنا من كريستوفر ستريت يعني محطة القطار اللي تديك تخرجك ديركت في منطقة تاعهم نشوفوا الاعلام ديالك نشوفوا الاعلام في كل مكان في كل مكان اذا علاش انا جبتكم هذا المكان كنت قادر نريح فيه يعني في البيت ونحكي لكم عليه ونقول لكم بس انا بغيتكم تشوفوا في عين المكان يعني في وسط المكان وتشوفوا باللي هذه الاشياء راهي كاينه وراهي تهدد العالم الغربي يعني الجاليه العربيه هنا اللي تعيش في الغرب تهددها بزاف لان شبابها وبناتها ما راش معصوم من الخطا ابدا يعني الإنسان عبارة يأثر ويتأثر الإنسان يأثر ويتأثر ويقول لك الإنسان ابن بيئته فهذا شيء خطير 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 جدا كما راكم تشوفوا العالم تاعهم هذه الألوان تاعهم يقول لك أن هذا العالم يعني diversity يعني اختلاف فلازم تقبلوا هذاك الاختلاف يعني ال جي بي تي فهذا يرمز الى زعما تقبل الاختلاف يقولوا كما هكا وهذا هو العالم تاعهم شوفوا حتى الخريطه ردوها بالالوان تاعهم شوفوا الالوان تاع العالم تاعهم هذا الطريق اللي راني نمشي فيه هذا خلفي وهذا هنايا هو الطريق اللي اسمه جاي ستريت يعني قاعد يسكنوا هنايا جاي صدقوني بالله إحساس وشعور غريب يعني والله يعني سمحوا لي على هذه الكلمة تعيف يعني تحس حاجة الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله يعني قلبي راه مزير 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 لدرجة ما تتخيلوهاش لكن لازم نهضروا في هذا الموضوع ولازم نوريكم واش كاين الآن فعلا راني في مقر
يعني تاعهم يعني عاصمه في مقر العاصمه تاعهم هنا في نيويورك في جرينويتش فيليج في كريستوفر ستريت. يعني هذه اشهر طريق. علاش؟ لان من هذه الطريق بداوا يطالبوا بالحقوق تاعهم في 1968 ولا 69 1969. وفعلا كونوا واحد الجماعه. بالك تشوفوا انا ما نجيبش نوريكم هذه الاشياء. في عام 1969 في هذا المكان بالتحديد كريستوفر ستريت واحد البار اسمها ذا ستون وول ان. شوفوا علاش هذه مشهوره. شو راح نوريكم راكم تشوفوا في هذاك المكان. هنا طاحت لابوليس عليهم في هذا الاخر ويعني وداتهم كاع للسجن. فمن هذه الحادثه كانت هي اللي منها بداو يدافعوا على الحقوق تاعهم وبداو يطالبوا بالحقوق تاعهم. فهذو الاشياء الواحد مليح يعرفهم باش يعرف واش امريكا فيها بالتحديد، لانه قادر هذه الكوميونيتي هذه اللي راهي هنايا تأثر على كاع امريكا، وفعلا اثرت على كاع امريكا. فامريكا ما كانتش تعرف بهم كانت دخلهم في السجن، لكن من هذاك البار تاع نيويورك خرجوا داروا مظاهرات يعني يطالبوا بحقوقهم انه يمارسوا كل شيء، يعني يمارسوا الحياه العاديه تاعهم اللي بالنسبه لهم هي عاديه يمارسوها في الحياه اليوميه. وفعلا جابوا حقهم والان راهم يعني يديروا واش يحبوا في هذا الحي ولا في امريكا كاع. فلما تجي تشوفوا يعني في حي كاسترو ولا في نيويورك في جرينويتش فيليج، هادو الاحياء اللي قبل 50-60 سنة يعني ما كانتش هذه الظاهره حتى في امريكا كامل، وكان حاجه يعاقب عليها القانون وتدخل اليها السجن، وممكن انك اذا اعلنت هذا الشيء يعني قدام الناس راح تقتل. وهذا هو الصراع مع الشخصيه اللي تعتبر شخصيه مشهوره بالنسبه للناس اللي يسكنوا في حي كاسترو الشدود الجنسيين هادو، وهي هارفي ميلك. وهي اول شخصيه سياسيه اللي اعلنت شدودها الجنسي يعني علنا قدام الناس. ويعني بعد سنوات بعد اعلان هذه الشخصيه لشدودها الجنسي اغتيلت سنه 1978، يعني هذا قبل 50-40-60 سنة. والان يعتبر شيء عادي التوجه تاعهم، يعني الحركه تاعهم اللي راهي يديروها في المجتمع العربي المسلم يعني خطيره جدا. فلازم نتنبهوا لها ولازم نحموا اول بالدرجه الاولى. انا ماني جاي نحل المشكله، لان المشكله هذه وراءها جمعيات وراءها شخصيات مشهوره كبيره ومنظمات عالميه كبيره اللي راهي تدعم في المثليه الجنسيه والشذوذ الجنسي. فانا اكيد مانيش راح نجيب الحل ولا، لكن ننبه نفسي وننبه اخوتي انكم تصونوا نفسكم، تصونوا تحصنوا نفوسكم وعائلتكم وخاصه اولادكم، لانه هادو المثليين الجنسيين ولا هذه المنظمات تاع الشذوذ الجنسي ما راهيش تخاطف الكبار وانما في الجيل الصاعد. وكما قلت لكم الناس اللي جايه لامريكا خاصه العائلات، فلازم هذا تديره يعني بعين ماشي بعين الاعتبار، وانما تديره يعني تعطيه اولويه كبيره في القرار اللي راح تتخذه اذا بغيت تعيش هنا، والقرار اللي راح تتخذه في وين تعيش. انا ننصح كل واحد انه اذا جا هنايا فلازم تعرف انك راح تضاعف الجهود تاعك خاصه في تربيه اولادك، لان علاه راح نعطيك المشكل وراه العمل. فاكيد لما تجي هنا راح تعمل من 8 ساعات حتى 10 ساعات، فما راح تشوف اولادك بزاف، واولادك راح يكبروا في السكول يعني راح يكبروا يعني في المدارس ويتعلموا في المدارس. يعني الفتره اللي راح يقعدوها بزاف في اليوم تاعهم هي في المدارس، والمدارس ما تنجمش تتحكم فيها، وهنا المدارس الاسلاميه قليله بزاف وتكاد تكون منعدمه. وحتى اذا دخلتهم في المدارس هذه تاع الاسلاميه كاين المدارس اللي تخلص دراهم لازم تخلص عليهم. نعرف انا بعض الاشخاص خاصه في سان فرانسيسكو لانه تعتبر منطقه خطيره بالنسبه الى ربيت اولادك هنايا، فالناس تخلص دراهم على اولادها وتخلص دراهم كبار. هذه من جهه انك ما راحش تلقى الوقت باش تربي ولدك، لان انت راح تكون في العمل 10 ساعات، هو راح يكون في المدرسه، في المدرسه هي اللي راح تربيه، والمدرسه هنايا ما راحش تقارع في المدرسه انها راح تقري لولدك تربيه اسلاميه ولا حتى. فكاين جزئيات اللي قادر هي اللي تدير الفارق في التربيه تاع الاولاد تاعك، فلازم تكون موجد روحك لهذا الشيء وعلى بالك واش راح يواجهك. فانا اذا سالتني يعني قلت لي جواد اسكو راح تنجم تربي ولادك هنايا، فانا نقول لك ما نقدر لهاش من الاخر، يعني انا ما نقدرش نربي ولادي
هنايا، لاني نعرف اني ممكن العمل يديني ممكن بزاف اشياء يديني، فماذا بي انا ولادي يكبروا في بلد مسلم. وهذا اللي دارها معنا الاب تاعنا، باش نعطيكم يعني ما نقعدش نهضر معكم غير هاك، نعطيكم التجربه تاعي. الاب تاعنا لما جابنا صغار يعني شاف الاوضاع ما قررش انه نعيشوا هنا، ورجعنا الجزائر عشنا وقعدنا نجوا هنا خطره على خطره، وهذا الشيء ساعدني. يعني لو زدت هنا ولا لو كبرت هنا بالك ما راحش نكون جواد تاع دروك اللي تعرفوا، بالك راح نكون جواد اخر. وفي اثر هذا الحديث راح نديكم في قصه اللي سمعتها مؤخرا، وقصه حقيقيه لعائله مسلمه، يعني ولادها نشؤوا هنايا وولدهم راح يقرا الجامعه، فربع سنين ما ولاش للبيت، يعني راح يقرا الجامعه بعيد على الستيت اللي كانوا يسكنوا فيها. لما رجع يعني تخيلوا هذا الموقف، تخيلوا الموقف تاع ابوه، تخيلوا الموقف تاع امه، تخيلوا الموقف تاع عائلته لما جاء قال لهم انه صار شاد جنسيا، ومش هذا فقط، وانه تحول جسمه الى مراه. فتخيلوا الموقف، واش راح تدير انت الى وجهك هذا الموقف. انا اشوف هذا الموقف قادر يخرج عن السيطره تاعك، حتى ولو بغيت تربي ولدك فالمجتمع حنايا الغربي راح يغلب التربيه تاعك. كما كاين مثال كما هكا، كاين امثله اللي ربوا ولادهم هنا ونجحوا وصاروا يعني من اكثر الشخصيات الناجحه في امريكا، ناجحين على الامريكان بنفسهم. يعني هذا يبقى انا فقط راني نقول لك باش كما نقول لك دق ناقوس الخطر هذا مكان. ونعطيكم ثاني ايضا تجربتي انا لما جيت هنا لاول مره وحدي، كان في عمري 17 عام 18 عام، يعني كنت نسمع بهذه الاشياء لكن عمري ولا شفتها يعني امامي يعني هكا. فنتجول في شوارع نيويورك حتى وتقابلني واحد اللقطة يعني ما نقدرش نحكي لكم عليها، لقطة فعلا ماشي مخلة بالحياة وإنما فاقت يعني المخلة بالحياة. فأنا يعني فشلت في بلاستي، يعني في بلاستي والله العظيم، لا كنت نتمشى حتى شديت في الحيط وفشلت، يعني فشلت ريحت بالك واحد الدقيقة وأنا فشلان هكا قاعد، لأني شفت منظر يعني مش متعود عليه عمري ولا شفته. فهذا الشيء قادر ولادك يواجهوه. أنا الحمد لله يعني كنت كبير وتربيت في بيئة مسلمة، لكن الواحد اللي تربى هنايا وزاد هنايا ما راحش يقدر يفرق. فهذا الشيء هذه من جهة، من جهة أخرى هذا الشيء كان قبل 5 سنين يعني، والآن لما نشوف يعني بعض الأحيان تواجهك هذه المناظر فما راحش تحس بهذيك الخلعة كما نقوله كما شفتها خطرة الأولى، يعني تبدأ تتعود عليها. وهذا هو الإنسان، كي تشوف حاجة بزاف راح تتعود عليها. وهذا الشيء اللي راه باغين يروجوا له في بلادنا المسلمه، وهذا الشيء اللي راني ننبه عليه فقط، انه حرزوا انه يوما ما يصير هذا الشيء عادي ضمن الحريه. ابدا لن يكون هذا عادي. وما رانيش مانيش نجي يعني ما رانيش هنايا باش نحكي لكم على انه والله هذا الشذوذ الجنسي مرض، ولا اسكو هذا الشذوذ الجنسي جينات نولد بها ام سلوك نكتسبه، مانيش جاي نحكي في هذه الاشياء ابدا، لان الاسلام فصل فيها فصلا قاطعا. شوفوا نظن باللي نوريكم هذا الشيء ونختموا الفلوق، يعني غادي نهب لكم بالجوامع والمصلى ونوريكم غير الجوا. شوفوا هذا مصلى، يعني ما يبانش باللي جامع ولا مصلى. لكن شوفوا فاميلي هاوس ورا دينها مصلى، يعني ما شاء الله مصلى والله، تحس شغل دار وهي جامع، فيه الفوق والتحت كما راكم تشوفوا. يلا ندخلوا نكتشفوا الداخل. يلا شوفوا هنا الداخل، هنا يطلعوا المصلى تاع النساء الفوق. شوفوا دخلوا هكا في الكولوار، يعني وقابلكم المسجد هاولا المسجد. يعني قلت لكم تحسوا كان منزل، تحسب منزل هاولا. هنا بيت الوضوء، كان غير هذه يتوضوا فيها. هذا بيت الوضوء. هاي يا عمص الحمد لله. شوفوا أدينا الفريضة تاعنا الصلاة، سبحان الله. تذكرت واحد القصة يعني ما حكيتها لتا واحد يعني، وتفكرتها قصة بزاف بزاف أثرت فيها. احنا ختموا بها الفلوق
واللي هي في امريكا كي جيت المرات الاولى في امريكا كنت صغير، كان عندي 18 سنه ولا 19 سنه ولا يعني، واصطدمت بهذيك الحاجه تاع الغربه بعيد على الاهل تاعك، يعني صح الغربه تحس بها يعني. لكن يجي واحد الوقت هكا، يجي وقت ما تقدش ما تنجمش تحس حاجه مزيره عليك، ضيقه كبيره تحس بها. فاش درت؟ قعدت نتمشى في هذه الطريق نورمال، شفت اللافته هذيك فدخلت المسجد. دخلت المسجد طلعت ريحت في واحد المكان، وفي ذاك اليوم يعني ريحت قعدت نصلي. كان ما كانش وقت تاع صلاه دخل ولا، المهم قعدت في الجامع قعدت نصلي ونقرا قران. فباش تفوت عليا هذيك الضيقه فحتى نسمع المايك الميكروفون الشغل دير تخرخيت تشكشكشك، وبعد سمعت انسانه قرات القران. يا الله ذاك اليوم والله صدقوني دخلت مكتئب، خرجت بواحد الفرحه واحد الشعور واحد النشوه، يعني هذاك الصوت اللي سمعته يعني غير فيا. وخرجت ياك خاش كانوا غير النساء تما، وخرجت فيا هذه القصه اللي بغيت نبارطاجيها معاكم. والله المسجد راحه، والله يعني المسجد راحه سكينه طمأنينة. فيا فشتال بين ذاك وذاك. الحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام. سلام. وتشاروا مع اصدقائكم اللي شفتوا فيه امي وشفتوا هذا الموضوع، يستاهل باش ينتشر وليق الناس تعرفه. فيا السلام عليكم.